السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده شيم بيس مهم جدا. لو انت عندك اي فيديو فيقدر تديله، بس تقول له انا عايز تلخص لي الفيديو دوت. فلو الفيديو مثلا 10 ساعات ممكن يلخصه لك في 5 6 سطور. لو عندك ملف بي دي اف تقدر تديله بي دي اف وتقول له لخص لي الملف دوت. لو عندك موقع كامل تقدر تديله وتقول له لخص لي الموقع دوت. لو عندك فيديو فتقدر تديله الفيديو دوت وتقول له لخصه لي. فمهمته جدا مهمة، ان هو يلخص لك الوقت ويلخص لك الفيديوهات يلخص لك الكتب، بحيث تلاقي الوقت ان انت تقدر ان انت تستوعب اكتر. ممكن يديك الخلاصة، ممكن تكتشف ان الفيديو ده كنت هتضيع فيه ساعتين وفي الاخر هو مش مفيد او مش في التخصص بتاعك او هو المعلومات اللي فيها انت عارفها. فموقع ممتاز الصراحة، هو سهل جدا. هتقول له join now، هو حتى الآن نسخة بيتا، وتسجل فيه وتبدأ إن أنت تختار إيه الحاجة اللي أنت عايز إن أنت تلخصها. هنا إن أنت ممكن تقول له أنا عايز ألخص بي دي إف، عايز ألخص يوتيوب، كل اللي انت بتعمله تقول له اد، وبعد كده تقول له انا هبعت لك ملف بي دي اف او هديك موقع كامل وانت لخصه لي، او يوتيوب او ام بي 4، اي واحده من دول. مجرد ان انت تختارها هيقول لك اختار بقى البي دي اف او اختار اليوتيوب، تدي له اللينك بتاعه او هرفع لك ملف مثلا ام بي 4 او هديك اللينك بتاع الويب سايت. هو يبدأ إن هو يلخص لك الموقع أو يلخص لك حاجة. يعني ده مثلا يوتيوب كان طويل، بدل ما تقعد ساعة ساعتين هو كتب لك الملخص بتاعه. فموقع بيوفر لك وقت كتير جدا، وبالذات لو أنت حاجة